مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، لقاء يتجدد معكم في الفقرة الأسبوعية علوم وتكنولوجيا. بدايتنا اليوم مع أهم حدث فلكي تشهده الأرض في هذا الوقت من العام، حيث تضيء السماء بمجموعة من النيازك التي تتناثر منها الشهب المضيئة تدعى نيازك بيرسيدس، ويبدو هذا العرض أقرب لعرض ألعاب نارية ولكنه من صنع الطبيعة. يتوقع الخبراء أن يبلغ نشاط بيرسيدس ذروته هذا العام بين 12 و13 من أغسطس الحالي، حينها يكون تساقط الشهب غزيراً جداً، بحيث يمكن للمراقب أن يشهد ما يصل إلى 100 شهاب ساطع في الساعة. لحسن الحظ يمكننا رؤية تلك الشهب المتساقطة في جميع أنحاء الأرض، لكن يمكن رؤيتها بشكل أفضل في نصف الكرة الشمالي. ومن الفلك إلى عالم الروبوتات متسارع التقدم، خلال سنوات قليلة ستساعد روبوتات على شكل ثعابين في مهام الإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية كالزلازل. هي روبوتات يطورها باحثون من جامعة إلكتريكو اليابانية، تتمكن من التسلق والتنقل في المساحات الضيقة والخطرة التي يصعب على البشر الوصول إليها، مزودة ب40 محركاً وبأجهزة استشعار المسافات وجمع المعلومات. أما حركة هذه الروبوتات فهي مستوحاة من ثبات حركة الثعابين البيولوجية وسلاستها المدهشة. ضمن برنامج صيفي ينظمه متحف الطفل، كان الأطفال اليوم يكتشفون الآلية التي تعمل بها الطائرات دون طيار. هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من الورش التعليمية ينظمها المتحف بالتعاون مع مؤسسات أخرى ومجموعة من المبتكرين العمانيين في حقول معرفية مختلفة. تناولت الورشة أجزاء الطائرة ووظائفها إلى جانب كيفية توظيف مصطلحات الطيران في المبرمجة. للمزيد عن محتوى الورشة العلمية وصداها لدى الأطفال، ننتقل بكم مشاهدينا إلى متحف الطفل. قمنا بعمل ورشة الطائرة بدون طيار بالتعاون مع متحف الطفل بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. تهدف الورشة إلى تعريف الأطفال عن الطائرات بدون طيار، بحيث احتوت الورشة أساسيات اللي هي اللي عن البرمجة وعن الطائرات بدون طيار. احتوت هذه الورشة على جلسة للعصف الذهني. خلال هذه الجلسة قمنا بتوزيع اللي هي أوراق فيها اللي هو الأطفال يرسموا الطائرة اللي يتخيلوها واللي يريدوا يبتكروها أصلاً، بحيث إنه هناك أنواع كثيرة من الطائرات بدون طيار. مثلاً في طائرات بدون طيار يستخدموها في اللي هي في الأشياء اللي هي الزراعية، في مسح اللي هي الأراضي وغيرها، فهم يبتكروا يمكن واحد يرسم اللي هي طائرة بدون طيار لحمل البضائع. وبعدها اللي هو في تدريب لبرمجة الطائرة، فهنا فقط لمعرفة اللي هو الأساسيات وكيف إنهم يقدروا يطيروا هذه الطائرات وعن برمجة الطائرة بصورة كذا بسيطة. ومن عالم التكنولوجيا مشاهدينا إلى أفق الطبيعة من جديد. من منا لا يشعر بالأنس والارتياح وهو يتجول بين الحقول أو يتأمل زرقة الأمواج؟ للدراسات الحديثة رأي في هذا الموضوع، منها دراسة نشرتها دورية بلوس بايولوجي، فهي تشير إلى أن الأمر يتجاوز الذائقة الشخصية، وأن الجينات الوراثية مسؤولة إلى حد كبير عن تفاوت علاقتنا بالطبيعة وميلنا للاستمتاع بتأملها. بالنتيجة يصبح تأثير المدينة والحياة فيها محدوداً على كثير من الناس الذين يبحثون عن المساحات الخضراء رغم وجودهم في المدينة، وهؤلاء بحكم ميلهم الطبيعي سيحصلون على فوائد نفسية أكبر من زيارة الأماكن الطبيعية مقارنة بغيرهم. هكذا نكون مشاهدينا قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة علوم وتكنولوجيا لهذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع المقبل. أما الآن فعودة للزميلين جواهر وأحمد وبقية أخبار العاشرة. إلى اللقاء.